من نجوم هذه الليلة الفنان الكبير إلهام المدفعي. أهلا وسهلا، حياك الله، الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا، نورنا ويسلم هالصوت. شكرا. فعلا يعني أمتعتنا بشكل جدا جميل. شكرا. يعني أنغامك أخذتنا، يعني إحنا نقول بعيد إلى آفاق جدا بعيدة ورجعتنا، وصوتك العذب أكيد. شكرا. لا تعذروني على التقصير. بالعكس. بس طبعا بصراحة تفاجأت يعني على الموقع. نعم صحيح. والطريق والطبيعة يعني شيء مهو جميل جميل إلى درجة. يعني أنا كل طريق ودا أتخيل إنه هاي كلها مثلا تصير مناطق سياحية، تصير كافيات، تصير أوتيلات، تصير شيء يعني فيها شبه من وادي رم. نعم. في الأردن. صحيح. يعني أكيد يمكن هي أستاذ إلهام العلا هي عاصمة من عواصم يعني دولة الأنباط القديمة، وهي امتداد نعم. لهذه الحضارة القديمة. نعم نعم. وإحنا حقيقة نتمنى إن شاء الله أنه تقضي وقت سعيد إن شاء الله. وممتع في العلا. كيف شفت الجمهور السعودي وجمهور العلا؟ ممتازين فعلا، يعني أحسن ما أتوقعني، جمهور فاهم جدا نحكي نقول شيء كذا. يعني كنت أتمنى أن يكون عندي أكثر وقت نشرح نعم. بعض الأغاني تسوى. صحيح. تسوى بها يعني بها معنى وبها نعم. تاريخ و صحيح. يعني ويبين لك يعني طبيعة أكيد. وإحنا نقول أول الغيث قطرة، وإن شاء الله هذه الخطوة الأولى. إن شاء الله. والجايات أكثر بإذن الله. إن شاء الله. والله فعلا فعلا فريم. إن شاء الله. يعني أستاذ إلهام أريد نسألك أكثر عن إحنا شفناك هنيت أم بي سي وهنيت العراق بانطلاقة أم بي سي العراق. نعم. فإحنا حابين نعرف يعني شعورك. نعم. بانطلاقة أم بي سي العراق. مرحلة تعتبر كبيرة حقيقة. مؤخرا رحت العراق كم مرة. نعم. يعني 3 مرات حقيقة، وصدقني يعني طبعا أنا بغدادي ومن يعني من أشوف النهر، من أشوف نعم. النخلة، من أشوف الطبيعة، يعني طبيعة البلد ما تغيرت. نعم صحيح. بقت هي نفسها، كل شيء بمكانه موجود ويعطيك المعنى من معاني حياة حقيقة. و يعني أقدر أقول الآن مثلا يعني 25 سنة برا. نعم. فترة طويلة جدا. أي نعم. نعم. وأتمنى أرجع العراق يعني مرة ثانية، وهسه إن شاء الله في تفاؤل ويشوف يعني كل أمور تصير في صحيح. وقت واحد. صحيح. فيعني نقدر يعني نساهم كل شيء. صحيح. حقيقة يعني الشيء اللي نقدر نسويه. بالفعل. نسويه حسب الأصول. صحيح. ونسعى إلى ويعني ندور وين أكو شيء نقدر. نعم. يصير عندنا فشيء غني بال. بكل هاي الثقافة والكلتشر اللي موجودة حقيقة. هذا هدف أم بي سي عراق صراحة. نعم. من أهداف أم بي سي عراق. نعم. هي أنها تكون منصة للثقافة والإعلام والفن الأصيل الراقي اللي فعلا يدخل لكل بيت عراقي، للمشاهد العراقي بطريقة فعلاً. جميلة. بس احنا نعرف أنه في عنده مشاركة أخيرة بالعراق كانت. نعم. في تدكس بغداد عفوا. نعم. أي كان. كلمنا أكثر عنها. كان في بغداد في فندق شو اسمه اعتقد رشيد. نعم. اوكي. قدمنا يعني قدمت انا مع القانون. وبالنسبه لي القانون آله مهمه، يعني انا اشوفها هي شلون البيانو بالنسبه للفرقه نعم. الغربيه، في القانون صحيح. بالنسبه للفرقه الشرقية. الشرقيه نعم. ولو القانون يعني حكمون بي بالنهار وبالليل يدقون بي.
صحيح جملة جدا جميلة بصراحة. وفي بغداد إن شاء الله يعني كان في عزف عليه ما كان في نعم نعم لا لا يعني إذا أقول لك بغداد نعم فعلا مدينة تحس أنه هالعمق هذا الكبير نعم صحيح أوكي الناس تغيرت شوي بس هسه يعني مثلا آخر حفلة سويتها ببغداد نعم الشهر الـ 11 كانت والله جمهور إجا ممتاز نعم ما كنت أتوقع يعني إحنا برا ما نعرف بس فعلا صحيح. في تغيير إحنا نقول جذري أجيال جديدة فعلا فعلا, فعلا. يعني الناس تريد نعم هي مو بس موسيقى بس هذا لا إحنا نحكي يعني كسبيل مثال و نعطي رمز إلى هل الإنسان البغدادي العراقي هذا شارع المتنبي لا. شوف العالم شون يعني لا. تيجي عليه الناس كلها توقف سيارتها بشارع الجمهورية وتمشي إلى جميل جدا وكلهم يعني المهم لا. هو الكتاب وال المعلومات والقراية نعم وال... هذا يعني تطلع إلى هالثقافة هذه موجودة عندنا نعم يمكن الجمهور العراقي متعطش لهذا الفن متعطش للفنانين هم اللي فارقوا العراق لسنوات عديدة نعم أستاذ نعم. إلهام يعني بختام لقائنا اليوم أمنياتك لMBC العراق يمكن MBC العراق ونحن هدفنا في MBC وأيضا تكون نافذة جديدة للشعب العراقي لنظرة إلى المستقبل إن شاء الله وأيضا يعني امتداد للعراق بمحيطة العربي ودنا نأخذ من عندك كلمات أخيرة نختم فيها هذا اللقاء وحنا ندري طولنا عليك والجو بارد ما برد يعني الحقيقة يعني دائما هل نوع من التكامل في الأعمال يعني واحد يدور وين يلقي أشياء جديدة في العالم صحيح. مليان هالشغلات صحيح. لكن أتمنى أنه واحد يقدر يوصل في المرحلة أنه يطلع جيل مو بس مغنيين وموسيقيين صحيح. لا ناس اللي تتذوق يعني الأشياء في مكانها احنا ما خسرنا شيء حقيقة بس راح من عندنا وقت طويل نعم. ودن نعم. متفائلين يعني نقول باكر أحسن وباكر أحسن وباكر أحسن فظلينا على هال والحمد لله يعني الحمد لله. أنا كنت دائما متفائل وشفت بالأخير يعني شفت التشجيع بالنسبة نعم. هذه فيعني مثلاً ردت أسوي كونسرت نعم كونسرت اللي كان عندي قصد بيها بالبداية نعم بس يظهر مفهوم صعبة كونسرت 24 ساعة أها نبدي مثلاً من 7 بالليل نعم. إلى ثاني يوم 7 بالليل أوه. بس مستمرة بدون توقف وكل عالم يشوفه نعم و يعني مثلاً جيب رسام نعم أو واحد نعم أكيد نقدر نلاقي رسامين يعني ممتازين خصوصا أكيد يعني. جميل جدا يعني. فنقدر نسوي أوكشن في كل العالم نعم على يعني هذا بالنسبة لي البرنامج أنا أريد أسوي إن شاء الله صحيح. إن شاء الله إن شاء الله فكرة رائعة أي نعم أنه نعم. قصة الأغنية صحيح. والله ممتاز الأغنية نعم فعلا وإحنا نشكر هذا المجهود وأتمنى أن إن شاء الله هذا المشروع يرى النور قريباً بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله يعني تجمعنا فيك لقاءات قريبة والصورة تنباع بالعالم صحيح إن شاء الله يعني الفلوس تجي اللقاء هذا شو اسمه نعم
نستفيد منه بالتعليم. والله نتمنى خير يكون. نعم. نتمنى ذلك، انه يكون ريع هذا المشروع ليس ربحي فقط وانما يفيد لا الناس. نعم. والشباب. لا طبعا يعني، ولهذا يعني نعم يجب شلون واحد يختار الاشياء المعينه. شيء بسيط نحكي القصه، نحكي كذا. نعم. شنو يا زهر بزرقوش زعلنا احنا، شنو تشيلش على الرمان. نعم. شنو كل صحيح نحتاج تفسير قصص يعني احنا. نعم. اغنيه تشيلش على الرمان. احنا نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. ونتمنى هذا المشروع يرى النور قريبا ان شاء الله وتجمعنا فيك لقاءات باذن الله. نتمنى لك طول العمر والصحه يا رب، ترجع بسلامه ان شاء الله. نورك. تواجدك ويانا. حياك الله.